احنا معانا زميلنا خالد شقير من فرنسا. خالد انا برحب بيك اولا. اهلا بيك خلود وبضيفك الكريم وبالساده المشاهدين. حرائق الغابات يا خالد ربما خلفت اضرار بالغه، لو تطلعنا على اخر التفاصيل. الحقيقه دعيني في البدايه خلود اتحدث معك عن اجواء الطقس الان في فرنسا. باريس تتعرض لهذه الليله لامطار غزيره، اجواء غير مستقره من الطقس. اعلنت هيئه الاحوال الجويه الفرنسيه لاميتيو منذ قليل عن رفع حاله التاهب للدرجه الثالثه اي البرتقاليه في 8 مناطق. ستصل الامطار غدا الى جنوب شرق فرنسا عفوا. ومن المتوقع سقوط امطار رعديه لهذه المنطقه بعد سقوط امطار رعديه منذ قليل على العاصمه الفرنسيه باريس، وكان هناك رياح تخطت 100 كيلو متر في الساعه وتسببت في اقتلاع بعض الاشجار وتعطلت بعض خطوط المترو الباريسي، وادى هذا الى ارتفاع منسوب المياه لنهر السين. الحقيقه فرنسا بين صيف جاف وحرائق غابات وامطار رعديه، متوقع سقوط كميات كبيره من الامطار غدا في بعض مناطق الجنوب الفرنسي حيث احدثك. وطلبت هيئه الارصاد الجويه عدم الخروج من كبار السن والاطفال واغلاق بعض محطات المترو الانفاق في هذه المناطق. نعود مرة أخرى للحرائق وما أسفرت عنه، لأنه كمان هناك بعض الأقاويل بأنه تم اعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في إشعال هذه الحرائق، يعني صحة هذه المعلومات يا خالد؟ صحيح، دي حقيقة. طبعا الحرائق التي حدثت في منطقة الساحل الغربي الفرنسي ومنطقة لا جيروند بالقرب من مدينة بوردو تم إيقاف 2، وهؤلاء هم من العاملين في المطافي الفرنسية، وهم الذين قاموا بإشعال هذه النيران. وعلى فكرة هذه ليست المرة الأولى خلود اللي تم توقيف هؤلاء، لأن عندهم أنت بتقول لي يا خالد أنه 2 تم توقيفهم، أنا يمكن الخبر اللي قريته كان 15 شخص. لا أنا بتكلم على منطقة لا جيروند. في طبعا الحرائق ممتد في مناطق كثيرة في فرنسا، يعني مثلا منطقة لا جيروند فيها 7000 هكتار تم إحراقهم، ولكن على مستوى فرنسا في أكثر من 50000 هكتار تم حرقهم، وهذا كما أشار ضيفك الكريم ستؤثر على الغابات، وهذه الغابات يعني يقوم بالتغذية عليها الكثير من الثروة الحيوانية، فستتأثر هذه الثروة الحيوانية مما سيزيد أسعار الألبان وبعض من منتجات الجبن الفرنسية الشهيرة، سيتم يعني للأسف الشديد عدم إنتاجها، لأن هذه المراعي هي مراعي بتعتمد فيها يعني المزارع الفرنسية على هذا العشب الذي راح ضحية يعني هذه الحرائق. وهذا جعل الرئيس الفرنسي الحقيقة يصدر عن طريق يعني مكان إقامته في يعني منطقة جنوب شرق فرنسا هنا عن لقائه ببعض من القادة في السلطات المحلية لهذه المناطق وبعض من المزارعين للقيام بخطوات لتفادي الأسوأ. وبصفة خاصة أن هذه الحرائق ليست المرة الأولى في فرنسا، وهي ممتدة كما أشرت في الخبر في دول أخرى في الدول الاتحاد الأوروبي، وظهر هذا التعاون جليا بين دول الاتحاد الأوروبي في إيقاف وإنقاذ هذه المناطق من الحرائق. ما زال الوضع يعني تحت السيطرة صحيح، ولكن في الحيطة والحذر لتوخي الحيطة والحذر في الأيام القليلة القادمة، وبصفة خاصة أن ما زالت درجات الحرارة صحيح درجات الحرارة انخفضت من 40 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية، إلا أن ما زال الوضع يثير بعض من المخاوف. يعني ربما يعني يمكن هذه الفقرة تتحدث عن التغيرات المناخية التي ضربت أوروبا وأدت إلى جفاف بعض الأنهار والبحيرات، على ما أعتقد أنه في فرنسا أيضا هذه الموجة موجة الجفاف زي ما أنت ذكرت يا خالد أدت إلى أيضا جفاف بعض البحيرات، لو تطلعنا على المزيد. بالفعل زي نهر الراين كما تحدثتي، في عندنا نهر اللوار، وهذا النهر هو موجود في منطقة جنوب شرق فرنسا ووسط فرنسا وممتد إلى غرب فرنسا، وبيصب
المحيط الأطلسي، يعني انخفضت بصورة كبيرة جدا منسوب نهر هذا النهر، نهر اللوار، وللأسف الشديد هناك مشكلة كبيرة جدا. معروفة أن فرنسا بتعتمد على المياه في الزراعة، وهناك مطالبات من بعض من الجمعيات الخاصة بالبيئة بعدم قيام بعض من الملاعب الخاصة ببعض من الرياضات زي رياضة الجولف بري ملاعبها لتوفير المياه الأمطار. وبالفعل بدأنا نتحدث عن منع بعض الزراعات التي يتم استهلاك المياه فيها بصورة كبيرة جدا. كان هناك 100 مدينة أو بلدية لم يتوفر فيها حتى مياه الشرب خلود. نعم. هذا مؤشر خطير جدا، لأن الجفاف يضرب بالفعل القارة العجوز ويضرب العالم. وكما قال ضيفك الكريم، الحقيقة هناك خطوات يتم الاتفاق عليها لحماية البيئة ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي زاد الطين بلة، وبصفة خاصة أن هناك بعض من المحطات النووية التي يتم استخراج الكهرباء الرخيصة منها بيفكروا في إغلاقها لعدم توافر المياه في هذه المرحلة. زميلنا خالد شقير مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من مارسيليا فرنسا، شكرا لك.